فده بيؤدي إلى إن الراوتر بيفحص الستيتمنتس من الأول وإحنا نازلين، والراوتر بمجرد ما بيلاقي ماتش بينفذ على طول البرميت أو الديناي اللي موجود في الستيتمنت بتاعتي. لو ملقاش ماتش بينزل على الستيتمنت اللي بعده. يبقى الراوتر لما بيجي بيعمل ماتشنج بالنسبة للأكسس ليست بيستخدم الايه first match. مش زي الراوتينج تيبل، في الراوتينج تيبل احنا بناخد الايه longest match. اوكي، لكن في الاكسس ليست بمجرد ما بنلاقي ماتش بننفذ على طول. طيب، يبقى احنا هنطبق الاكسس ليست ديت مثلا على، ما احنا قلنا افضل مكان طبعا نطبقه فيه هو الانترفيس ده اوت، بس بعض الاحيان ما بيبقاش عندك القدره ان انت تشتغل في اماكن معينه لان الراوتر ببساطه مش تحت سيطرتك، فممكن تبقى مضطر ان انت يعني تطبق الاكسس ليست في مكان معين. فاحنا هنطبق الاكسس ليست مثلا هنا كده ان على سيريال 0 سلاش 1 في راوتر 2. بس انا عندي مشكله في الاكسس ليست اللي قدامي دي، وانا قصدت بصراحه احطها كده عشان خاطر على طول نبقى فاكرين النقطه دي في ذهننا. ايه الموضوع بقى؟ الفكره ان الاكسس ليست ديت الراوتر بيفحصها من فوق لتحت، ولو جه باكت من 192.168.1.10 بي سي 1 والباكت دوت حاول يعدي من خلال راوتر 1 ويروح الى راوتر 2، هل الباكت ده هيحصل له بيرمت ولا ديناي؟ نلاحظ ان في السطر الثاني في الاكسس ليست احنا ذاكرين تحديدا انه هيحصل له ديناي، بس المشكله ان الاكسس ليست الراوتر لما يجي يبص لها بياخد بالفيرست ماتش وبيبص من فوق لتحت، فاذا الترتيب مهم. بمعنى انه دلوقتي هيبدا الاول يبص على اول ستيتمنت، اول ستيتمنت بتقول بيرمت اي حد اي اي بي ادرس اني، فده معناه ان الباكت اللي خارج من 192.168.1.10 اللي هو بي سي 1 الباكت دوت يتوافق مع كلمة اني هنا ان هو اعتقد 192.168.1.10 دي اي بي ادرس، فهي يبقى اني، يبقى هيحصل له ايه؟ هيحصل له بيرميت. فاذا الباكت هيحصل له بيرميت مع اني تحديدا ذاكر اسمه في السطر التاني، بس احنا اتفقنا ان احنا هناخد بالفيرست ماتش، فاذا الراوتر مش هيبص بعد كده، بمجرد ما هيلاقي ماتش في اول ستيتمنت مش هيبص على الايه السطر التاني. اذا كان الترتيب مهم جدا، يبقى كان المفروض السطر التاني ده ناخده ونحطه قبل السطر الاول عشان يحصل فعلا deny. يبقى احنا الترتيب مهم جدا عندنا في الاكسس ليست بتاعتنا. طيب تعالوا نشوف كده الاكسس ليست ديت انا ممكن اعملها ازاي على اللاب بتاعي. وطبعا قبل ما اعمل حتى الاكسس ليست وانفذها، انا محتاج اتاكد ان السيستمز بتكلم بعض. يعني انا هحط دلوقتي اكسس ليست، الاكسس ليست ديت هتؤدي الى ان البي سي 1 مش هيكلم بي سي 2، فيبقى قبل ما احط الاكسس ليست انا لازم اتاكد ان بي سي 1 بيكلم بي سي 2، وبعد كده ابقى احط اكسس ليست تمنعهم، اتاكد ان يعني مشكله اصلا بره وجود او عدم وجود الاكسس ليست، لازم اطمن ان هم اصلا بيكلموا بعض. ودي نقطه مهمه على فكره في السكيورتي، ويمكن حتى في اي كونفيجريشن بنعملها، هو ان احنا قبل ما نطبق الكونفيجريشن محتاجين نعرف الدنيا شغاله ازاي. يعني مثلا انت عايز تامن النتورك بتاعتك تحط سكيورتي بوليسي معينه، تحط كونفيجريشن معينه. قبل ما تحط السكيورتي بوليسي بتاعتك اتاكد ان النتورك شغاله من غيرها، لانك بعد ما هتحط السكيورتي مش هتبقى عارف هل بي سي 1 مثلا بيكلمش بي سي 2 بسبب الاكسس ليست اللي انت حطيتها، ولا بسبب ان هما مفيش راوتنج مثلا. فيبقى الاول نتاكد ان بي سي 1 وبي سي 2 بيعرفوا يكلموا بعض، وبعد كده نطبق الاكسس ليست عشان خاطر نعرف اذا كانت الاكسس ليست دي شغاله ولا لا. ف طبعا انا مش حاطط بي سيز، انا حاطط
راوترز وهم مستهبلين وعاملين فيها بي سيز. ف يعني لو رحت هنا بي سي 1 ده عبارة عن راوتر، فانا هقول له ping 192.168.2.10 اللي هو بي سي 2، هنلاحظ ان الكوميونيكيشن ما بينهم كان successful. فانا بقى عايز اخلي الكوميونيكيشن ده ما يكونش successful، فهعمل ايه؟ هحط access list على router 2 في الاتجاه الايه اللي جاي، لان الباكت بتاعي هيبقى جاي كده. فانا لو هحط الاكسس ليست على الانترفيس ده، هتبقى بالنسبه لي الاكسس ليست او الباكتس جايه في اتجاه n، فطبق الاكسس ليست n. ازاي؟ هروح على router 2 وهعمل الاكسس ليست بتاعتي، اكسس ليست سميها واحد، همنع 192.168.1.10 وهسمح لكل الناس التانيين. يبقى انا كده كتبت اول سطر في الاكسس ليست، وبعد كده اقول له permit اي حد. انا كده عملت اكسس ليست فيها سطرين او اتنين statements، اول واحدة بتمنع حد معين اسمه 1.10، والسطر التاني بيسمح لكل الناس ان هم يعدوا. بس الفكرة ان انا الاكسس ليست عملتها على router 2 لسه ما طبقتهاش على interface، فلغاية دلوقتي هي ملهاش اي قيمة. علشان اطبقها هروح على interface serial 0/1 واقول له IP access group، بعد كده استخدم رقمها، بعد كده اقول الاتجاه بتاعها اللي هو n. كده طبقت الاكسس ليست على الانترفيس، وعشان اتاكد اني مطبق اكسس ليست على الانترفيس هقول له show ip interface serial 0/1، والاحظ هنا ده الامر اللي انا كتبته show ip interface serial 0/1. هنلاحظ في المكان ده ان في inbound اتجاه n access list اسمها 1. المفروض دلوقتي ان الاكسس ليست لو فعلا هتطبق، اللي يحصل ان PC1 ما بقاش قادر على انه يتكلم مع PC2، فانا هرجع تاني PC1 استخدم نفس الامر اللي كنت استخدمته قبل كده اللي هو ping على PC2، وهعمل ping بتاعي. هلاقي دلوقتي ان الping بتاعي بقى unreachable. ولو رجعت على router 2 عشان اتاكد ان الاكسس ليست بتاعتي شغاله، قلت له show ip access list، ده الامر اللي بستعرض بيه الاكسس ليست اللي موجوده على الراوتر. هلاحظ ان انا عندي اكسس ليست نوعها ستاندرد، والاكسس ليست ديت فيها اتنين ستيتمنتس. الاتنين ستيتمنتس دول اللي هما الديناي وبعد كده البرميت، والله زينا في حصل اكتر من ماتش على السطر بتاع الديناي. تمام، فكده الاكسس ليست فعلا شغاله. طيب هل مثلا الاكسس ليست دلوقتي بتقول ان اي حد واخد اي بي ادرس 1.10 ما يعديش، لكن حد تاني ممكن يعدي؟ على سبيل المثال مثلا راوتر 1 لو بقى بينج الى بي سي 2، هل هيوصل ولا مش هيوصل؟ تعالوا نجرب. هنروح على راوتر 1 وهقول له ping 192.168.2.10، هنلاقي برضو ان الping بتاع router 1 successful. ليه؟ لانه مش ممنوع. ولو رجعنا تاني على router 2 استعرضنا الاكسس ليست، نلاقي هنا في ماتش على ال permit
statement التانية. تمام، يبقى أنا دلوقتي شفت إن الأكسس ليست بتاعتي فعلا بتمنع فقط PC1 إنه يصل إلى PC2، ولكن بتسمح للناس التانيين إن هم يعملوا. الاكسس ليست انا ممكن استخدم معاها وايلد كارد ماسك، والوايلد كارد هو عباره عن 32 بت من وحايد وصفار، بس مش ملهمش ترتيب معين، بمعنى ان انا ممكن احط صفار صفار وحايد وحايد صفار، مش زي السبنت ماسك. السبنت ماسك لازم يكون وحايد وبعد كده صفار، لكن الوايلد كارد اللي هو ساعات بنقول عليه انفرس ماسك او عكس السبنت ماسك بيبقى نون كونسيكوتيف، بمعنى ان هو ما بيبقاش صفار ورا بعض وقبليهم في وحايد ورا بعض. تبقى براحتك، الهدف منه ان انت لما تيجي تقول زيرو ده معناه ماست ماتش، وواحد يعني اجنور، مهمكش، متبصش على الايه، على البيتس دي. فانا لما اكتب 192 168 واحد واحد وبعد كده الوايلد كارد اكتبه 4 اصفار بالمنظر ده كده، انا بقول له لازم تكون كل البيتس بالشكل ده. يعني كده بقول له انا يعني عشان يتوافق الاي بي ادرس ده مع اي حاجه لازم يكون الباكت 102 واخد اي بي ادرس او جاي من اي بي ادرس 192 192 واحد واحد فقط لا غير. لكن نلاحظ في المثال الثاني 192 168 واحد زيرو، وايلد كارد ماسك بيقول 0 0 0 255. ده معناه ان انا بقول له ركز مع اول 3 octets وبعد كده الأخير سيبك منه متهتمش بيه. ده معناه إيه؟ ده معناه إني بقوله أنا عايز عشان يحصل